السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحاب؟ مبروك عواشركم. كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ راه يجمع قشو، ما بقى والو ان شاء الله. اللهم يا ربي نكونوا مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ولكم اخواني اخواتي. كاينه البيجامه ديال الرجال ونساء في هذا الفيديو. هذا تيما شوب جابت لنا كوليكسيون جديده ديال البيجامه، شي حاجه زوينه كاليتي رائعه. كاين بزاف ديال الاخوات اللي كيطلبوني على تيما شوب، فاني جبتكم اليوم البنات. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم، والاثمنه حتى هي راها في المتناول. بيجاما ديال برا البنات دائما كما وعدتنا فاطمه الزهراء. كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، ربي يخليك. عاشركم مبروكه. الله يبارك فيك، مرحبا بكم. ربي يخليك. غير اليوم غادي تورينا بياسه بياسه وثمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، مرحبا بكم. لنا ولكم بقاو معنا ان شاء الله في لوكاليزاسيون لاكارت فيزيت. الرقم ديال فاطمه الزهراء غادي نخليه لكم فوق، الا بغيتو تتواصلوا معها تسولوها على اي حاجه. مرحبا بكم خواتاتي عزازات. هنايا بالنسبه لوكاليزاسيون راني حدا كافي فلورنس، بالضبط ما بين حي الاندلس وحي القدس. هذا الاتجاه هذا سيدي معافى. بالنسبه لهاد الطريق هذه غادي تدينا لافاك، احنا في حي القدس هنايا، وحنا غادي نطلعوا في هاد الاتجاه هذا في الفساد الزوج ديال كافي فلورنس. تقريبا واحد 100 حتى 150 متر لقاو لابوتيك ديال تيما شوب. كاين الاخوات اللي كيدبروا على بيجاما زوينه، بيجاما بريمارك، بيجاما ديال لا مارك، بيجاما ديال الاسبان، المهم هذا هو لابوتيك تيما شوب. ان شاء الله غادي تبرعنا اليوم جميع البيجامات باثمنه مناسبه. مرحبا بكم اختي فاطمه الزهراء. نعلموا ان شاء الله المتتبعات ديالنا التوقيت ديال رمضان. حنايا كنحلوا في النهار من 11 حتى ل 4:30، والمور المغرب عاوتاني مور التراويح كنحلوا من 9 حتى لديك 11:30 12. ان شاء الله اللهم يسر الناس باش هكا من يجيو ما تلقاوهاش ساده، ويعني غير تعذبوا حتى لهنايا. كان شي حاجه النمره تاع التليفون هكا داكشي اللي كاين غادي نخليها لكم ان شاء الله، وتواصلوا معايا يكون الخير. الله يسر الامور. غادي نبداو ان شاء الله في هذا الموديل هذا. المهم هادو لي الكوليكسيون الجديده اللي جابتها فاطمه الزهراء، ربيعيه صيفيه كما كتشوفوا. تيسوي اللي خفيف مبرد تبارك الله، موديلات اللي زوينه البنات. هنايا في الصدر كاين هاد الطريزه هكا كما راكم تشوفوا. هذا كنظن انه فيه لوينات فاطمه الزهراء. وبالنسبه للبيجاما راها زوينه البنات. التيسو ديال السروال ما نحكي لكمش عليه، خصكم تجيو وتشوفوا براسكم. كاين هنايا واحد الحزيز من هنايا، والتيسو مبرد مبرد البنات، هانتوما تشوفوا. وحتى الثمن مبرد مقارنه مع الكاليتي ديال البيجاما، لانها ديال برا البنات. هانتوما تشوفوا 870 درهم. مرحبا بكم البنات. بالنسبه لتا لي كولور ديالها، كاين هذا الروج هذا ها هو، كاين هذا الصومو، والبلو بلو سيال اللي كنا شفناه. وفيهم لي طاي من الام حتى ل 4XL حتى ل 4XL. فيهم لي طاي الدبدوبات ديالها. مرحبا بكم اخواتي، وبقاو معنا ان شاء الله. راه كاين بزاف ديال الموديلات ما يتشاف. مشينا الموديل الموالي البنات، حتى هو موديل مبرد كما راكم تشوفوا. هنايا هادو راهم جايين ترواكار البنات، ها هو ياك اختي. واه ترواكار، ماشي دومي مونش، ماشي بالمونش. ها هو واحد لاستيك خفيف هنايا، طريزه كاينه هنايا في الكمام، وكاينه حتى في الصدر. ها هو بالخويطات ديالو، مهم موديل زوين. هادو من الموديلات اللي كيكونوا شويه طوال. ها هما البنات صافي. بالنسبه للسريويل ديالو، حتى التيسو ديال هذا زوين، حتى هذا زوين مبرد تبارك الله عليك، جبتي لنا موديلات زوينه. ها هما البنات، والتيسو حتى هو مبرد. ها هو شوفوا معايا كيفاش داير التيسو، شي حاجه زوينه. هادو راهم دايرين حتى هما 170 درهم. وبالنسبه لويناتهم كاين هذا الموف هذا، كاين هذا البلو، كاين لو روج ديالو. هادو فيهم لي طاي، حتى هما لي طاي كاينين من الام حتى دبل اكس ال 3 اكس ال. مشينا البنات الموديل الموالي، دائما الموديلات اللي مبرده تبارك الله ما شاء الله. حتى هادو هاد التريكويات اللي كيكونوا ترواكار كما كتشوفوا. ها انتما البنات على حساب الطريزه والثوب حتى هو، مهم كاليتي زوينه البنات. انا راني كنقيس في الثوب، قلت لكم كاليتي زوينه، خصكم تجيو نتوما باش تشوفوا عاوتاني. بالنسبه للسروال حتى هو زوين عريض مبرد ما شاء الله على فاطمه الزهراء، ربي يخليك. موديلات زوينه اختي. وهذا 150 درهم البنات. بالنسبه لي كولور لي راهم ديسپونبل، كاين هذا لو فيغ هذا، وكاين واحد الغوز، وكاين الغوز. 150 درهم. اللي بغات شي حاجه من هادو راهم فيهم لي طاي وفيهم هاد لي كولور هاد. مرحبا بكم. هاد الموديل هذا هانتوما تشوفوا، مهم تقريبا هما موديلات اللي كيتشابهوا كيتبدل هنايا في الطريزه. مهم التيسيو تقريبا كيف كيف، وفي البنطلون حتى هو
هذا زوين هذا الموديل. ها هو البنات سريولات اللي خفاف وديال هاد لا سيزون هادي ربيعيين صيفيين 150 درهم. فيه هاد الغوز هذا، فيه هاد البلو بيترولي، وفيه هاد الفيغ هذا، هادو 150 درهم حتى هما فيهم لي طاي. فيهم لي طاي، تبارك الله عليك عزيزتي. كاين حتى هاد الموديل هذا حتى هو زوين، ها نتوما تشوفوا القفيفلات ديالو هنايا بهاد الرشوشه هنايا، السريويل ديالو ها هو البنات، حتى هو هادشي تويب كما قلنا في الاول اللي مبرد. لويناتو البنات كاين هاد البلو مارين، كاين هذا حتى هو جاي غري فونسي يمكن هي كيختفي في الزهره، وكاين هاد الغوز هذا، هادو هما الوينات ياك. وكاين ولي طاي عاوتاني راه فيهم لي طاي. هادو البنات دايرين 150 درهم. اللي بغات تسول على شي حاجه غير تسكريني فاطمه الزهره، تجيها سهله وصيفط لها في الواتساب. مرحبا. غادي نفوتوا للموديل الزوج. كاينين هادو اللي كيكونوا كلاسيك البنات، هادو حرير ساطا يمكن ياك الزهره، هادي كاليتي زوينه البنات هانتوما تشوفوا في فتاهيات بها تاهيات بها الاسوان تاعها زوينه. هادو المهم راهم باينين، هاد البيجامات معروفين وما كيديموداوش، شي حاجه زوينه البنات هانتوما تشوفوا بالبابيون ديالها اللي كاينه في هذا في الحزام. ها هو كاين هاد اللوين هذا لو روج، كاين هاد البلو هذا، كاين هاد لو فيغ، وغير كتحاديو هكا تقيسو البيجاما كتحسو بالكاليتي ديال الثوب، زعما شي حاجه زينه. كنظن انك راه ملبوسه في المانكا، راه ملبوسه. وا هيا البنات، المهم كما كنا قلنا بلي راه فيها لي طاي المانكا، تبارك الله راها عاليه حتى عليا انا وراها جايات شي حاجه زينه. بالنسبه للبسه اللي شفناها هذا كلاسيك اللي شفنا في المانكا برا، ياك كان الغوج كان هذا، كاين البلو ديالو البنات، هو هذا اللبسه ديالو هذا، وكاين هذا البلو عاد. عزيزاتي مشينا لهاد الموديل هذا، حتى هو تري شيك البنات، موديل اللي زوين بهاد الدونتيل هكا في ليديدات، وعندو الدونتيل حتى هنايا في الجويب، حتى هو كلاسيك البنات. المهم السروال العادي اللي كنشوفوه، ولكن هذا زايد فيه دونتيل هنايا في الرجلين. ها هو البنات، بالنسبه لهاد الموديل راه داير 200 درهم البنات. تيسو دائما بلا ما نهضروا عليه، شي حاجه كاليتي. كاين جوج لوينات فيهم، كاين هاد اللوين هذا وكاين هاد الموف، فيهم لي طاي البنات، فيهم لي طاي. مرحبا بكم، 200 درهم اللي بغات شي حاجه. مرحبا. بالنسبه لهذاك الموديل ها هو البنات، هذا الموديل اللي شفناه عاد دابا، هو هذا اللبسه ديالو باش في المانكا عاد كتبان اللبسه. هاد خواتاتي وصحاباتي، بالنسبه للموديل اللي كيكون فيه 3 بياس، ها نتوما تشوفوا بالديباردور ديالو، ها هو اللي كتبغي شي حاجه هكا زوينه، هذا بحال بينوار ولكن كلشي خفيف، يعني ها ديال هاد لا سيزون هادي، ها هو بالبينوار بالخويط ديالو، ها هو. والسروال دائما كلشي كما كنهضروا دائما على التيسو اللي كيكون مبرد وزوين. هادو بنات 3 بياس 200 درهم، 3 بياس 200 درهم راه ثمن جد مناسب بالنسبه 3 بياس. كاين هاد اللوين هذا غوز، كاين هاد السومو ديالو ها هو، وكاين لو فيغ. بالنسبه للموديلات اللي كيبغيو الاخوات شي حاجه اللي كتشبه الكاتمه، شوفوا البنات معايا هذا الموديل هكا بالخويطات ديالو هنايا في الكرش، بهاد التويشيه هنايا اللي عنده هنايا في الصدر، وبالنسبه للسروال ديالو جاي مجموع لتحت بالجيوب، ها نتوما تشوفوا البنات فيه ثلاثه ديال لي كولور، فيه هاد الكولور هادي، وفيه الكرونه البنات، قرب لنا فاطمه الزهراء، فيه الكرونه ها هو البنات، وفيه لو نوار. بالنسبه للموديل اللي راه لتحت غادي نوريه لكم ان شاء الله، ها هو ثلاثه ديال لي كولور. اخوات اللي بغيو بحال هاد التيسو هذا، راه باين ومعروف هاد التيسو، هنايا كاين واحد لاستيك في الكمام دائما 3/4، حاجه اللي ربيعيه البنات هانتوما تشوفوا ديال هاد العيد، المهم اللي بغيت نقول لكم ديال هاد العيد شي حاجه زينه البنات. بالنسبه للسروال راه كيتبدل لا كولور على حسب لو شوا ديال الاخوات، حاجه اللي بغيتيها بحال هنايا راه جاي هنايا في لا كولور بيج، هنايا البيجاما راه بالخويطات ديالها ما قلتها لكمش، كاين هنايا في لو نوار السروال في الكحل اللي كيف فاطمه الزهراء، كاين السروال عاوتاني هنايا في الغوج، وكاين في الغوز، على حسب لو شوا ديالكم البنات الحاجه اللي بغيتوها. ثمن 180 درهم.
بالنسبه للستيل اللي قلنا بيجاما كيتوان، ها نتوما تشوفوا البنات بهاد الخويط ديالو هنايا، تبدلت هنايا غير في هاد الرشيمه اللي كاينه هنايا في الصدر، يعني هذا راه يشبه الكيتوان اللي كنا وريناها في الاول، كان فيها هنايا واحد الاكسسوار، هذا فيه هنا هاد الطريزه. بالنسبه للسروال دائما بجيوبو ومجموع لتحت، ها هو كاين الجياب وكاين هنايا، كاين هنايا لاستيك لتحت البنات. بالنسبه لي كولور اللي راهم ديسپونبل في هذا الموديل هذا، كاين هذا الكري وكاين الكرونه وكاين هذا الفير زيتي. ها هو بالنسبه للثمن البنات، هذا 170 درهم البنات. بالنسبه للعشيقات ديال البريمارك، رافق نزره كتجيب لكم المهم الحاجه اللي كطلبوها منها. هنايا هذا راه فيه لي موديل، راه فيه الام والال والاكس ال اختي، وفيهم لي طاي، هادو كيكونوا شويه قصار هنايا البنات، كيكون فوقاني يكون قصير شويه واه، يعني بالنسبه للاخوات اللي كيمستيليات يبغيو هذا الستيل هكا. ها نتوما تشوفوا بالنسبه للسروال كاين فيه واحد البونده هنايا الفوق، وهو كيجي بحال كولون، بحال كولون واه، داكشي اللي كاين اختي. هذا راه دايره البنات 160 درهم، راه فيه لي طاي اللي بغاتو. كاين واحد الموديل واحد اخر غادي نوريه لكم. شوف البنات، هذا هو الموديل اللي قلت لكم ديال بريمارك، ها هو حتى هو بالكولون ديالو، والتريكو دومي موش كيكون شويه قصير، ها هو هذا راه داير 180 درهم، 180 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو هذا غير بحالو تقريبا، لا كولور مبدله، حتى هو 180 ياك اختي في طنجة، ولي طاي يبان لي هنا غير الاس، ولا فيهم لي طاي، فيهم لي طاي. شوفوا الخواتاتي، بالنسبه لامارك بريمارك ستيل كلاسيك كما راكم تشوفوا، كاين هاد لي موديل هادو في جوج ديال لي كولور اللي بغاتهم، راه 250 درهم. واش داير تيسي؟ ها هو البنات، ها قربينهم في الزهره باش يشوف شي حاجه زينه. المهم الثوب هذا البنات، ها هو كيشرب العرق، شي حاجه زوينه 250 درهم. بالنسبه للموديلات اللي مواليه، كاين هاد الموديل هذا، ها نتوما تشوفوا بواحد البونده هنايا في الكرش، خصو يكون ملبوس باش يبان لكم البنات، موديل اللي رائع رائع. وبالنسبه للسروال ديالو بالخويطات، ها هو هذا راه فيه لي طاي البنات، بحال هذا راه عريض، واه فيه لي طاي، واخا لا طاي تلقايها صغيره تاع بريما كتكون وافيه، واه هذا راه فيه لي طاي. في حتى اللوينات البنات، كاين هذا اللوين هذا اللي شفتو معكم، كاين هذا ها هو، كاين هذا اللوين هذا، وكاين هذا اللي بغيتوها راه كاينه عند فاطمه الزهراء، والثمن 230 درهم، 230 درهم البنات. هانتوما صحباتي، بالنسبه للاخوات اللي بغيو هكا دي باردور بيجاما، راه هذا كيتمشى دي باردور كما راكم تشوفوا هكا في هذا الستيل هذا. بالنسبه للسروال ديالو حتى هو تري شيك، ها هو بجويبات بالخويط، هذا البنات فيه جوج ديال لي كولور، وحتى هو ديال برا، حاجه ديال برا، هو تاع بريمارك، بريمارك كنوريكم لا مارك بريمارك، كاين فيه جوج ديال لي كولور. اللي بغات شي حاجه مرحبا بكم عند فاطمه الزهراء تيما شوب، ديري العزازات ديالي، وعلى حساب الجلابه ديال العيد ان شاء الله. فاطمه الزهراء جابت لنا دي زونسون وفيهم لي كولور البنات، ها نتوما البيج لو نوار، كاين هاد الغوز هذا، كاين البلو مارين، كاين الكري، كاين فيهم بزاف ديال لي كولور البنات. الحاجه اللي طلبتوها على حساب جلابتكم، كاع لي كولور راهم ديسپونبل. بالنسبه لهاد لي زونسون كيتمشاو بهم السروال ديالهم بيان سور، ها نتوما تشوفوا. بالنسبه للثوب راه ماشي سخون، ديال هاد الوقيته يعني ديال ربيع، الثمن اختي فاطمه هادو 170 درهم، 170 درهم البنات. وهذا بالنسبه لامارك، الاخوات راهم يعرفوا لامارك برومو د البنات، ها هو المهم حاجه نتاع برا هادو، هضري على سلاحتك اختي فاطمه الزهراء، كي كتقولي القرقاع البنات. بالنسبه لهاد الموديل هذا، راه فيه جوج بياسات اللي بغات تجي باش هي الاولى السباقه كما كنقولوا، كاين فيه هاد ال وكاين فيه واحد تاع ديك ال، هي ال معروف هاد الموديل عند البنات، بريمارك ها هو. شوفوا لي السيل كيفاش داير، بالتويب ديالو قطن هنايا بالبوندا لتحت، مالك في فلات الدبل. مرحبا بكم البنات صحباتي موالين الباسات، حتى هما ما نساتهمش فاطمه الزهراء، جابت لكم البيسات مباردين البنات، غير اللي ما بغاتش تصيف. ها انتما الستيل كيفاش داير، ها انتما البنات الطوله ديال الباس، تبردي لي مع راسك في هذا الصيف ان شاء الله. كاين هذا اللوين هذا البنات، كاين البلو ديالو ها هو، وكاين هذا البلو مارين، وكاين لو فير ديالو، كاع اللوينات زوينين الكركاع. ها انتما تشوفوا البنات، اللي بغات شي حاجه هادو الثمن ديالهم فاطمه الزهراء 150 درهم، 150 درهم البنات. هذا البنات هذا بلي موش ديالو هكا طوال،
بهاد الدونتيل هكا، حتى هو التوب ديالهم برد. كاين اخوات اللي تبغي تلبس لباس بلي مونش، ها نتوما تشوفوا البنات كل في هنايا. ها هو بالنسبه للي كولور اللي راهم ديسپونبل، كاين هاد الكري وكاين الغوز والبلو مارين. كاين البلو مارين، ايه هو البلو مارين، ها هو فيه البلو مارين البنات. ها هو هادو الثمن ديالهم 130 درهم. عزيزاتي اللي تبغي هكا لباس بحال العباءه، ها شكل العباءه، ها نتوما تشوفوا بهاد الشوشات ديالو هنايا، البيس اللي زوين تبارك الله ما شاء الله. هذا داير 160 درهم البنات، فيه لي تاي وفيه اللوينات. هذا كنا جبناه وكمل وعاوتاني طلبونا عليه وولينا عاوتاني جبناه. كاع اللوينات راهم كاينين، اللي بغات شي حاجه 160 درهم كيما شفتوا. احفظ البنات، كاينين هاد البيسات هادو جابتهم فاطمه الزهراء، هادو بحال تاع الخروج. والله الا اختي فنانين جايين زوينين، زوينتهم والله العظيم. حتى لي كولور تاعهم فنانين، صيفيين ربيعيين. البابيون هنا البنات، ها هو شوفوا لي اللوين، شوفوا لي التيسيو كيفاش داير. بالنسبه للوينات اللي راهم ديسبونيبل، ها هما فيهم بزاف ديال اللوينات، فيهم زواقات مختلفه. كاينه هكا، المهم داك البابيون كاينه، هي اللي كتعطي لهاد اللوين الجماليه. المونش ديالو 3/4، هادو لي تاي ستوندار يلبس يعني. كاين هاد الموف هذا وكاين هاد الفير هذا. بالنسبه للوينات الاخرين اللي هما عندك لهيها، قلتي لي كاين دوت كولور، كاين لي كولور واحد اخرين. بالنسبه لهذا الثمن اختي 150 درهم، 150 درهم. نفس التيشي الموديل تبارك الله زوين، حتى هو مبرد الواكان اللي ديدات فيه، حتى هو لي كولور. كاين هاد اللوين هذا، هذا موديل واحد اخر فيه واحد لي بوطون هنايا. واه كاين هنا واحد لي بوطون، ها هما البنات. فيه هاد اللوين هذا وفيه موديل لوانات اخرين، هما اللي رحنا غادي نشوفوهم. واخا هذا بشحال داير هذا؟ طويل 150 درهم نص الثمن، طويل ماشي كيما الاخر، الاخر شويه قصير. اللوينات هما البنات، بالنسبه اللي بغات شي حاجه راه حتى لي طاي كاينين. ها هما البنات، كاين الاكس ال، كاين ال، كاين 3 XL. ركزوا لي على لي طاي، اللوينات حتى هما غير الكركاع البنات، كاين الطوال وكاين القصار. 150 درهم، 150 درهم. العزازات بالنسبه للباسات ديال العيد، ها نتوما تشوفوا مطروزين في الكمام، مطروزين هنايا في الصدر، طريزه شي حاجه هميه، شي حاجه زوينه. المهم الباس البنات، من تكوني لابسه الباس في العيد تكوني فخوره براسك. ها نتوما تشوفوا شي حاجه زوينه. بالنسبه للوينات حتى هما زوينين، كاين هذا البلو هذا كما شفتوا معايا، كاين هذا الروج بريك، وكاين هذا السومو هذا، كاين واحد لو فيغ حتى هو زوين. ها هو البنات، كاين البيج ديالو، هاد اللباس راه فيه بزاف اللوينات. ها هو، وكاين الغوز، عاشقات ديال الغوز. ها هو البنات، كاع لويناتو زوينين، كاع لويناتو غير الكركاع. والثمن البنات 190 درهم، شي حاجة رائعة. اللهم يسر. بالنسبه للبنات، هاد لاسيري هادي اللي راها جايه من هنايا كامله كما راكم تشوفوا فيها، هادي راه دايره فيهم السولد فاطمه الزهراء. ها هي بحال هنايا، هاد الموديل هذا راه دايرت له 190 درهم، راه فيه لوينات البنات. هو هاد البلو مارين وفيه هذاك كرونا غوج، ها هو. وكاين بزاف ديال لي موديل البنات، بغيتكم تجيو تشوفوا، راه دايره فيهم السولد 190 درهم. هادو كاملين السلعه ديال برا البنات، سلعه كاليتي. هادو ديال المبرا وديال هاد التوشي هكا شويه يكون سخيخن. كاين هذا راه دايرت له 130 درهم، حتى هو راه سولد، فيه الكري وفيه هاد الكري فونسي والكري كلير. كاين واحد اخر ها هو لتحت كانيش، هاد الموديل هذا فيه هاد الغوز وفيه الكرونا، حتى هو 130 درهم. جينا هنايا لهاد الموديل هذا، داير 150 درهم البنات، فيه هاد الكري كري سوري فرونسي، في هاد البيج هكا، وفيه واحد الزرق بالغوز اللي راه في المانكان برا. واعد البنات باش تشوفوا اللبسه ديالو كيفاش دايره. السروال ديالو جاي في الغوز، جاي كلاسيك، 150 درهم. ها نتوما تشوفوا البنات، كاين حتى هاد الموديل هذا بالسلسله ديالو بالسروال. المهم كاملين راكم تشوفوهم كيفاش دايرين، الموديلات اللي زوينه. اللي بغات تستغل الفرصه وتدي شي حاجه في هاد الوقيته، 150 درهم. كاين هذا الموديل هذا جاي بحال اونسوم، هذا يقدروا يخرجوا حتى بيه فاطمه الزهراء. هذا حتى الثوب تاعو راه ماشي سخون، تاع هذا ديال هذا الوقيته ربيعي، تصور حنا مصودينو 180 درهم البنات. وفيه هنايا السروال هكا، فيه البوندال تحت،
هو راه سولد، فيه بزاف ديال لي كولور، ولي كولور ديالو غير زوينه. الناس شوفوها، البيج كاين، الكري، وكاين هاد اللون هكا عسلي، ياكي كاين مارون، مهم كاين كاين لو نوار ديالو، وفيهم لي طاي هذيك 180 درهم. كاين هاد الموديل هذا حتى هو زوين، هذا 140 درهم البنات، حتى هو زوين، المبرا ديالو ظريفه، حتى هاد الوقيته تقدروا تلبسوه، هاد ربيعي حتى هو ربيعي. كاين هاد اللون هذا، كاين فيه واحد الغوز ها هو، وكاين فيه واحد الكرونه كيف تنصبها. ثلاثه ديال اللوينات 170 درهم، لا 140، كان 140 درهم، درناه 140 صافي. هو هذا كامل 140. كاين هذا الموديل هذا البنات حتى هو 140 درهم، حتى هذا مبرة رقيقه، مبرة رطبه وزوينه، هذا 140 حتى هو رباعي. كاين هذا لو نوار وفيه البلو مارين، هادو كاع حنا نوريو لكم موديلات اللي شويه طويله، ها هي 140 درهم البنات. كاين هاد الفوطات هادو كما كتشوفوا هنايا هكا بالسكراش، ها هي حتى هي شي حاجه زوينه البنات، كاين في الابيض 100% قطن هادو 100%. وهذوك في الاخر تقدري تحيديهم، تقدري فيهم لي طاي، هذا بحال هذا راه يبان لي هنا اس اس اكس اس، وفيهم لي طاي، فيهم لي طاي تمام. هادو 130 درهم، 130 درهم. بالنسبه للطول شوفوا البنات فين واصلين، ها نتاع الصيف البنات. هادو بالنسبه للاخوات اللي كيطلبوا هاد لي سوتيان هكا يكونوا كاليتي، حتى هما قطن، راهم جابتهم فاطمه الزهراء قالت لي راهم طلبوهم لها لي كليونس ديالها، جابت فيهم كونتيتي، فيهم البيج وفيهم الابيض. الثمن قلتي لي هادو 60 درهم، 60 درهم. وبالنسبه للدو بياس البنات حتى هما فاطمه الزهراء راه معروفه هنايا بهاد لي دو بياس، سواء العاديين ولا بالنسبه للعرايسات، كاينين جميع الموديلات وحتى الطايات. الموديلات كما كتشوفوا لي كولور ولي طاي، اللي بغى العادي كاين العادي، اللي بغى المزوق كاين المزوق، كاين حتى ديال العرايسات البنات، كاين حتى ديال العرايسات. هادو عاوتاني حاجه جديده يلاه جبناهم نتاع فيكتوريا سكري، راهو معروفه. بالنسبه لهادو اخواتي، هادو راني نقول لكم هادو كلشي كيجيو في لي بواط ديالهم، يعني اللي بغات تاخذهم كادو كادو يعني، هادو راهم كاملين سوا تاخذيهم الراس كلها كادو، راهم فيهم بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال لي كولور، وراهم كيكونوا في لي بواط بحال هكا، هاد لا بواط هكا. اللهم يسر فاطمة الزهراء. بالنسبه حتى الملابس الداخليه راهم كاينين البنات، حتى هما جميع الموديلات، هادو راهم قطن. بالنسبه للاخوات اللي بغيوهم هذا الموديل هذا حتى هو راه كاين، كاين هذا الموديل الجديد يلاه جبناه عاود ثاني، حتى هو كان بحال لاكين، بحال لاكين فيهم لي كولور، حتى هما فيهم البيض، فيهم البيج، ورينا اخت البيض ولا البيج باش يشوفوا. هذا زوين، هذا داير بحال لاكين البنات، يجمع فيهم لي طاي، يصلحوا لهذا الوقيته تاع يشرب حتى العرق. عندك الصح بحال اللي جايه تواتو، كاين مهم كاع الموديلات ها نتوما تشوفوا. كاين موديل في الملابس الداخليه واللي طاي، حتى اللي طاي راهم كاينين، اللي تبغي هكا تقدى على اخت مراه تجي لهنا عند فاطمه الزهراء. بالنسبه لي ديباردور البنات حتى هما راهم ديسبونيبل عند فاطمه الزهراء، حتى هادو راهم قطن وفيهم لي طاي، ها نتوما تشوفوا البنات، هادو فيهم لي كولور، فيهم هاد الابيض وفيهم الكري كيف تمسرتي، فيهم هادو اللي موردين الابيض نوار، كاع اللوينات راهم فيه الباج، فيهم اللوينات والثمن حتى فاطمه الزهراء 35 درهم، 35 البنات. بالنسبه للكولونات البنات اللي تبغي شي كولون، ها هو كاع اللوينات راهم كاينين، كاين هاد الكرونه، كاين البيج، كاين لو نوار، كاين الكري، كاين الابيض ديالو، هادو 45 درهم. ها نتوما تشوفوا البنات، هذا هو اللبسه ديال هاد الكولون، وهذا راه مضاد للحساسيه، كتبين لا كاليتي نتاعهم زوينه، ديال الالرجي ولا حتى هاد الكري كيخصو لا مارك ارنيس، راه حتى هي معروفه في هاد الشيء تاع الحويجه تاع الداخل. تبارك الله عليك اختي فاطمه الزهراء. جبنا عاوتاني حتى هاد لي سوتيان هكا، هادو اللي ما فيهمش، كاين اللي ما تبغيش داك السلك، ما تبغيش داك البونج، هادو كنا جبناهم مرة اللي دازت وزعما لقينا عليهم الاخر، فيهم لي طاي، فيهم لي كولور، فيهم الابيض والنوار البلون كاسي، فيهم الباج، فيهم الغوز، ولي طاي من الصغيره حتى للكبيره، حاجه نتاع برا حتى هما كاليتي زينه. هادو شحال قلتي لي؟ هادو 45 درهم، 45 درهم. كاين هادو عاوتاني نتاع الرضاعه، كنا جبنا منهم وتسالا ورحنا عاود جبنا منهم، فيهم الباج وفيهم الابيض. نساء الحملات راهم عارفين هذا، واه على حساب الرضاعه، حساب الرضاعه، اللهم يسر. خواتاتي العزازات، راه مور العيد ان شاء الله، وعدتنا فاطمه الزهراء باش غادي تجيب كوليكسيون ديال اخوات النفايسات الحاملات والعرايسات، هادو كاملين غادي تفركسكم ان شاء الله، حاجه 100 وحاجه تاع 2 بياس و 3 بياس، دوك الحويجات تاع
كيكونوا محجرين بالدونتيل. المهم راهم عارفين شي حاجه المهم ديال عرايساتنا ان شاء الله تمشي مبوكسه ان شاء الله لدارها هكا البيجامات اللي زوينين والباسات. المهم غادي كلشي غادي تشوفوه مع فاطمه الزهراء ان شاء الله. وحتى بالنسبه للحاملات ان شاء الله حتى هما غادي تجيب لهم لي زارتيكل ديالهم والنفايسات. اللهم يسر لنا ولكم اخواتاتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ديروا لنا بزاف ديال لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم وخواتاتكم باش كلشي يعرف بلي كاينه واحد الاخت هنايا سميتها فاطمه الزهراء في حي الاندلس كتجيب لنا هاد لي بيجاما ديال برا. اللهم يسر لنا ولكم، شجعونا. نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد. مبروك عواشركم، الى اللقاء.